الفنان المتميز والمتألق دائما في أعماله الفنان هشام بهلول، مرحبا بك معنا. شكرا الأخت سارة وشكرا على التقديم الكبير على هشام، كنشكرك بزاف. كنغتنموا هذه الفرصة الطيبة باش نطرحوا عليك مجموعة من الأسئلة. سؤالي الأول هو كيفاش بدا الفنان هشام بهلول مسيرته الفنية، أو بالأحرى كيف دخل إلى عالم الفن السابع؟ التجربة ديال هشام بهلول المتواضعة هي بدات كنعتبرها بدات بالمسرح المدرسي، لأن يعني أول صعود يعني ما نقولش حقيقي ولكن أول مواجهة مع الجمهور كنت فيه أنا في خشبة أعلى من مستوى الجلوس اللي كان كيتكون من تلاميذ يعني زملاء وكذلك الأساتذة ديالنا والإداريين، كان في مدرسة علي بن عبد الله بالدار البيضاء، فكانت بمناسبات ديال ما هو متعارف عليه إحياء الحفلات الوطنية، وكنذكر بشكل قوي جدا صور ديال حفلات عيد العرش، فكان من خلال ترديد أغاني ملتزمة سواء الفيروز أو مارسيل خليفة، ولكن كانت أول أغنية كنت شاركت في الكورال ديالها ماشي كصوت منفرد، كانت منتصب القامة أمشي. ونعود لك غير بين قوسين قبل ما نكفي السؤال ديالي نكمل السؤال ديالي، أنا التقيت في السنة الماضية بالأستاذ مارسيل خليفة الفنان المبدع مارسيل خليفة، وقلت له هذه الحقيقة ديال الشعور اللي دائما كنت كنحملها في داخلي وكنت دائما كنتمنى نلتقيه باش نخرجها من عندي، أنه كانت أول ما يعني تغنيت به من 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 على خشبة مسرح هو الأغنية ديالو منتصب القامة أمشي، وتسنى لي هذه المسألة في مهرة في مناسبة ديال التكريم ديالو بوسام شرفي من قبل جلالة الملك محمد السادس، على ما أتذكر بطنجة بمناسبة عيد العرش، فكانت مناسبة جميلة جدا وتلقاها بصدر رحب وفرح بالمسألة وخدت معه صورة تذكارية. فقلت لك أنه بعد المسرح المدرسي كان هناك المسرح الثانوي، المسرح الثانوي أتاح لي إمكانية لعب دور رئيس في مسرحية من إخراج بالهدف محمد في ثانوية القاضي عياد بمدينة الجديدة، مدينة اللي قضيت فيها 3 سنوات كدراسة ثانوية وبالضبط في تعليم أصيل، فهاد المسرحية مثلنا بها إقليم الجديدة في أول دورة المسرح المدرسي بمدينة تازة، وحرصت بها على جائزة أحسن ممثل في مدينة في الإقصائيات في مدينة الجديدة، وكذلك جائزة أحسن ممثل في مدينة تازة في الدورة الأولى للمسرح المدرسي كما قلت لك. يعني تولت التجارب لتصل بي إلى المرحلة الجامعية، حيث درست العلوم القانونية بمدينة الدار البيضاء جامعة الحسن الثاني طريق الجدة أو عين الشوق، قبل يعني قبل ما نوصل لها من جامعة القاضي عياد بمراكش اللي خديت فيها غير 4 شهور، فعملت ترانسفير ديالي لكازا. مدينة الدار البيضاء شاركت في مجموعة ديال المسرحيات مع الهواة من بينها جمعية فرسان الخشبة، جمعية الفوانيس اللي عملت معها مسرحية ديال الهواة أو في نصف احترافي لا بغينا نقوله أكبر درجة من الهواة يعني نصف احترافي مع عبد الواحد قيصر رحمه الله مسرحية الجحاجية، وكذلك في المسرح الجامعي كنت مسؤول على محترف سانسلافسكي لمدة تقريبا 5-6 سنوات، كنت رئيس ديال المحترف ومحترف يعني أنتج يعني جمله من خيره العناوين المسرحيه اللي شهدها المسرح الجامعي الدولي اللي كيتنظم في اطار مهرجانات كتوزع بين مكناس الدار البيضاء وخصوصا الدار البيضاء جامعه بن مسيك لكليه الاداب بن مسيك بالدار البيضاء اللي هي اللي كتنظم المهرجان الدولي. فيعني هذه هي البدايات، لكن اول بدايه حقيقيه يعني امام التلفزيون وامام في السينما كانت من خلال مسلسل ضياف دائره للمخرج المبدع شاكب بن عمر، لكن اقتراح اسمي يعني ادين بالشكر فيه للاستاذ كاتب السيناريو الحاج محمد السولي، فشكرا لهما. بعد اكيد الاستاذ شاكب بن عمر هو اللي زكى الطرح والا هو المسؤول الاول على العمل، اكيد ما كان غادي
فهذه تقريبا هي البدايه الاولى. ولكن السينمائيا كما قلت السينمائي كان من خلال فيلم ايطالي جاردان ديدان حدائق عدن للمخرج الايطالي كذلك اليساندرو دالاتري. سينمائيا كانت اول بصمه متواضعه لي في السينما المغربيه كانت من خلال فيلم شفاه الصمت ليفر دو سيلونس دو حسن بن جلول في دور ثانوي. ثلاث تجارب اخرى الى ان اصل الان يعني المجموعه ديال الاعمال كتتراوح بين 30 و 25 و 30 عمل بين سينمائي وتلفزيوني. بما انك قريت القانون علاش ما التجأتيش مثلا المهنة التوثيق ولا القضاء ولا المحاماة؟ سؤال طرح علي يعني اكثر من مره ولكن هذه المره الاولى التي يطرح بالشكل الذي تفضلت يعني وطرحتي وانا لماذا لم اتجه الى المحاماه. اقول لك بانه بكل سهوله اني لما يعني سجلت اسمي في جامعه القاضي عياد الكليه الحقوق جامعه القاضي عياد بمراكش كان كتعرفي انه كتكون العلاقات بين الطلبه وكتكون واحد الحميميه خصوصا ملي كتكون مريتي من ثلاث سنوات مرحله داخليه كتكون حميميه اكثر بين الطلبه. فكنا احنا مجموعه ديال الطلبه كنا اتفقنا ان نديروا القانون ولكن بجامعه القاضي عياد بطنجه. فهاد في نهايه المطاف كان وجد نفسي يعني انا ويعني وقله من الطلبه اللي اختاروا الحقوق والغالب يختار الدراسات الاسلاميه والشريعه الاسلاميه. فانا بقيت مصر على الطرح ديالي بحكم انه في نظري كنت مقتنع به سيثبت العكس فيما بعد بحكم انني كنت مدمن تقريبا على الذهاب الى محكمه الاستئناف مدينه الجديده لحضور يعني محاكمات بعض يعني المجرمين اللي اكيد كتكون هناك مرافعات لمحامين. بالاضافه انني كنت مهووس بمشاهده الافلام الامريكيه يعني خصوصا الافلام التي تدور بمحاكم يعني لفيلم دو تريبونو فكان اعجابي كبير برجل المحاماه او بالمحامي لكن من خلال الافلام ليس من خلال المحاكمات في المحاكم المغربيه. لانني صدمت انه كنت لما تسجلت صراحه حسيت بانني اميل الى التمثيل اكثر من الى دراسه القانون. لماذا احببت دور المحامي؟ احببت الدور ليس المحامي كمهنه. وحتى لو كان المحامي ليس في المحاكم المغربية وإنما في المحاكم الأمريكية هي التي عكست من خلال الأفلام الأمريكية. فهذا يعني عشت واحد الصراع واحد المخاض من أجل نوصل لحقيقة أشنو أنا حاب نعمل. هذا إن كان يعكس شيء فإنما يعكس يعني للأسف أنه كان هناك سوء توجيه دائما يعني ولا زالت الآن يعني المؤسسة التربوية التعليمية في المغرب يعني تعاني من هذا المشكل يعني أكيد بدرجة أخف لكن كان مطروح بشكل كبير جدا. فتوصلت الحقيقة بأنني أحببت المحاماة من خلال الممثلين الذين كانوا يتقمصون هذه الأدوار خصوصا في الأفلام الأمريكية كانوا بارعين كانوا يتجولون في قاعة المحكمة يعني يفاجئون المتهم دون احترام التسلسل الذي هو محترم عندنا يعني المحامي القاضي يهيئ السؤال بطريقة أخرى كيبرد بهذه الطريقة كيوجه المتهم فما كتبقاش هذيك هذاك لو سسبانس هذيك التشويق هذيك الايقاع المرتفع اللي كنشاهدوه في الافلام السينمائيه. هذا علاش اول دور لعبته هو دور محامي للمصادفه هذه. ايماجين جي جامي في لو ليان بين السؤال لان انترنت انا كنتفاجئ لان كنهضروا على دور المحامي وطرح لي اكثر من مره لكن الاول مره كندير هذا عارف بانه دو اول دور كما قلت لك تلفزيوني هو دوري في مسلسل دي اف دائره وكان من خلال تقمص شخصيه محامي اللي هو ابن اخ الحاج محمد السولي وابن عم عمر السولي اللي كانوا ابطال المسلسل اضافه الى اسماء اخرى. حتى انا كان عندي دور رئيس يعني مساحه ديالو تقريبا 100 مشهد وهذا كان كيضمنني يعني الحضور تقريبا في اغلب مشاهد المسلسل وكانت فرصه يعني من ذهب بالنسبه لي انه في دور ممتد بهذه الطريقه واول تجربه واللي سهل عليا ربما ماشي ربما ولكن بشكل اكيد انه اللي سهل عليا ربما انني فزت بهذا الدور
وهو طريقة تعامل ديال الحاج محمد السولي اللي كانت طريقة يعني إنسانية أكثر منها يعني احترافية، ولكن ربما الاحترافي والإنساني يعني مشتركين. لفيت أنك احترافي فأنت إنساني، لفيت أنك تكون إنساني غادي تكون مهيئ أنك تكون احترافي أكثر. فهذا بحكم أنه أعطاني الدور بعض المشاهد نقراهم في البيت ديالو، وبحكم دراستي القانونية وبحكم أنني حتى أنا مشيت يعني كخفات كلاس بغيت نبهروت أنا، لأنه سافيك لو فيزيك وحتى لفاصون اللي كتكون بها أبييت هي غفلات لبرسوناليتي ديالك، فكنت بغيت نربح الدور يعني من أول لقاء. فأعطاني المشهد قريته بطريقة عادية جدا، لكن عجبته هذه البساطة في التناول ديال قراءة الشخصية اللي هي ربما ماشي شخصية أكثر ما هي مهنة. يعني دور محامي بالنسبة لي كنت ممكن حرق فيه شخصيتي الأولى اللي هي هشام بهلول، لو فيت نكون غير أنا ممكن سا بوفي مارشي لأنه أنا ما قلت أنا السيل المطلوب فيها هو هذاك، لباس ممكن تحكم فيه بشكل بسيط جدا، الحوار موجود، الشخصية محامي كنت كندرس القانون، يعني جو دوفي با يعني ندير ان غون ديفور باش نجحو. ربما اي واحد في هاد المطايط والضمن ضبط المصطلحات التقنية اللي كتكون اصلا مكتوبة، يعني كان دور كنظن بانه كان سهل، فكان التعامل معه ببساطة جدا وسا مارشي وجات التجارب من وراها. بما أننا كنت واجد بمدينة طنجة بخصوص المهرجان الوطني للفيلم في دورته 11، شنو النظرة ديالك لهذه الأفلام المغربية مقارنة مع السنوات الماضية؟ النظرة ديالي أنا أتحاشى دائما المقارنة بين هذه الدورة الماضية وبين الدورة الماضية والدورة اللي سبقتها، فأكيد إلا جينا نقارنوا غادي نكونوا مشحفين في حق الأفلام اللي كتكون مشاركة في كل دورة. لماذا؟ لأنه هناك إلا جينا نشوفوا ترسانة المخرجين الموجودين، أكيد اللي كيوصلوا الدور هذا العام كيوصلوا على 3 سنين باش ياخذ دام أو 4 سنوات، فهذا كيبين بأنه إلا بغينا نقارنوا ربما بين 4 سنوات هذه وأربع سنوات اللي مضات وأربع سنوات اللي غادا تجي، لأنه كل مخرج ما كتاح له فرصة أنه يعمل البصمة ديالو في المهرجان ربما على مرور 3 سنوات أو سنتين مثلا. فبحكم أنه لجنة الدعم هي مجبرة على إنتاج 15 فيلم فقط في السنة، والمخرجين عندنا تبارك الله ما شاء الله، يعني الربح الكبير هو أنه ربما 5 أو 6 أسماء جديدة أضيفت للائحة المخرجين، هذا شيء جميل جدا أنهم يعطوا الأفلام طويلة لهم، فهذا ممكن إلا يفرحنا ونستبشر خيرا. أكيد المستوى الفني يعني أقل شيئا ما من المستوى الفني ديال السنة الماضية، وتا ديال السنة الماضية وهاد السنة أقل من ديال السنة اللي قبل منهم ديال 97، لهذا غادي نكونوا صارمين بشكل كبير جدا ومجحفين في حق المشاركات أننا نديروا هاد المقارنة، خصوصا اللي عطيتك دليل أنه ربما حتى مخرج من السنة الماضية في دورة المهرجان ديال السنة الماضية ما هو مشارك كنظن في هاد السنة في الفيلم الطويل، لا أعتقد، يعني بجرد بسيط جدا وبرجوع للذاكرة القريبة اللي هي السنة الماضية ما كان وجد ربما حتى اسم مشارك نفس الفيلم كنظن. الأفلام اللي خدت جائزة النقاد هاد الصباح كانت في النظر ديالك واش كتستحق هاد الأفلام هاد الجائزة هادي ولا كنتي كترشح أفلام أخرى؟ بشكل كبير جدا، يعني أنا أزكي يعني تتويج هذين الفيلمين، يعني فيلم المبدع القادمة بقوة جيهان بحار اللي كان احترم الأداء ديال الفني، والفيلم ديال محمد مفتكر اللي حصل لي شرف انا شاركت معاه في فيلم رقصة الجنين لا دونس دو فوتوس واللي خدينا بها جائزة الكبرى كذلك، يعني هذين الاسمين يعني قادمين بقوة، ومفتكر يعني اعلن قوته من خلال 3 مشاركات ديالو في 3 دورات من المهرجان الوطني ديال السينما بطنجة في الفيلم القصير، وحرز 3 جوائز كبرى، يعني اكثر من هذا الدليل يعني لا يمكن اعطائه يعني من قبل المخرج كتوقيع، فهذا استمرارية للأداء القوي ديال المفتكر، كنت منه له انه يضل على نفس التوهج لما لا اكثر. يعني بغيت نسول هشام بهلول،
كمتفرج وكمواطن مغربي ماشي كفنان، من الافلام اللي تفرجتي في المهرجان شنو نتايا في النظر ديالك اللي كنتي ترشحهم ياخذوا هذه الجائزه ديال النقاد؟ انا بطبعي يعني ما كنبغيش نعطي اشياء ممكن نجر عليها اشياء سيئه اكثر منها ايجابيه، بما ان هناك لجنه مؤهله انها تحكم لما اشتغل مكانها لما اقوم بدورها، يعني كل واحد يقوم بالدور ديالو. اكيد عندي اسماء او عناوين اكيد مقترحه يعني اكيد، ولكن كاين اسماء لا يختلف عليها كثيرون يعني، ورغم انه كاين اسم الان يعني كنظن انا عليه اجماع، لا داعي ان استبق الامور، بما ان حتى عرض الشهر الروبورتاج سياتي فيما بعد الاعلان على اسماء النتائج، فلن تكون لا حتى ذاك الواقع، ف لا داعي لحرق الاوراق يعني. ننتقلوا شويه من المسائل الفنيه ونهضروا على كره القدم، شنو العلاقة ديالها مع هشام بهلول؟ كرة القدم انا كنت غادي نربط، ربما كنت غادي نعطيك الربط قبل هذه، لان ملي قلت لك كل واحد ربما اللجنة ديال التحكيم بما ان عندها مهمة ديال انصاف الاعمال او الحكم او محاكمة الاعمال، فكنت بغي نقول لك كل واحد فينا غادي يقدر يكون عنده اسماء متوجه في داخله وفي ذاكرته او ماشي في ذاكرته او لا حسب رؤيته للافلام كيفاش قدر التقييم ديالها. وكنت بغي نقول لك حتى حنا في الفوت عندنا كل واحد عندنا ممكن يكون مدرب ديال المنتخب، كل واحد عنده اسماء يقدر يعمل بها التشكيله، ولكن جربت يعني كانك قراتي في الافكار ديالي. الفوت رياضه شعبيه محبوبه عند غالبيه ديال المغاربه لي جون، مارستها في إطار هاوي فريق الفتوة الإسلامية، مارستها في المرحلة الثانوية، في مرحلة الجامعية كنت في فريق ديال الجامعة ديال القاضي عياد، ولكن بما أني انتقلت بعد 4 شهور أو 5 شهور ديال الدراسة ديالي فأكيد ما قدرتش نمشي في هذا المسار. انتقلت للدار البيضاء، كنت غادي نتسجل في الفريق ديال الجامعة ديال الحسن الثاني ديال كلية الحقوق، ولكن لقيت لائحة تغلقات وعندهم تدريب ولقاءات لأن جيت متأخر. فهذا كانت هذه تجربتي في الليسي وفي لافاك. أما في باقي لحد الآن كنلعبوا يعني مع دي زارتيست، عندنا فريق ديال الفنانين كنلعبوا كل ما توجهتنا الدعوة أو لا كنقوموا بمبادرة يعني ديال تنظيم لقاءات. سافا الحمد لله، سي بور غاردي لا فورم ولا أوني لا. كرة القدم واش كتبغيها كهواية ولا حتى هي كتبغيها تلعبها كدور؟ لا لما لا، بما ان غادي تكون لك انت شخصيه مكتوبه بشكل جميل جدا لاعب كره او عاشق للكره لما لا، نو بالعكس غادي نعطيها شيء كثير مني بحكم انني قريب من لفوت قريب من كره، ربما ادرى من شخص اخر او من اشخاص كثار بحكم انني كنذهب كنمشي احب مشاهده اللقاءات حتى في الملعب يعني كنمشي جو بخي يعني جو مدي بلاس لي ستاد دو فوت كنشوف لقاءات دوليه. نو عندك هاد ثقافة ولو أنا متواضعة يعني ثقافة فوتباليستيك كاينة يعني بوكو با يعني. شنو الفريق اللي كتشجع؟ هو دابا شنو بغات تخاصمينا مع الناس ديال الرباط والناس ديال المغرب؟ لا خليني أتحفظ بهذا الشيء. شنو الدور اللي كيتمنى هشام بهلول اللي يلعبوا وباقي عمره ما لعبوا؟ كل الأدوار اللي لحد الآن ما تحش فرصة أن يلعبها هي كثيرة جدا يعني. ومن ما ضربتي القرايه سيل دمك، واخا يكون الادوار متشابهه ولكن في المعالجه ديالها في لي ديتاي ديالها اكيد كتختلف يعني، اكيد غير تكون واعي بمساله انك ما خصكش تعيد نفسك، راه ممكن حنا في الواقع ديالنا في الاحداث ديالنا اليوميه الى تحت لك فرصه انك تعاود تسلم غير على شخص كتكروازي في الطريق راه تقدر تقول لا كون سلمت عليه بطريقه اخرى كون ما بينش له يعني، ممكن يعني بسهوله ممكن نفس تلعب الشخصيه ديال كما كانت ممكن تتخلق لها، اكيد خص تكون مكتوبه يعني 90% في الشخصيه كتكون مكتوبه يعني بيان 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 سكولتي بيان بيان فيسلي لي بيرسوناج الاحداث فيسليتو، ولكن حتى انت تضيف شيء من عندك دي ديتاي باقتراح المخرج او كاتب السيناريو فكتقترح ممكن تلعب باش انه طريقة الأداء ما تكونش نفسها وتحكم حتى في ما هو نفسي ديال الشخصية اللي هو اللي كيحدد مدى التشابه، أما الشكل ممكن تحكم فيه بشكل كبير جدا يعني. سي هشام أنا نعطيك 3 ديال الكلمات تعطيني الرأي ديالك فيهم، إلا قلت لك السينما المغربية.
السينما المغربية هي ممكن تكون تلعب دور كبير جدا، دور دبلوماسي موازي، ممكن توصل الصورة اللي باغين حنا عن المغرب الآخر، ممكن تعرف المغال الناس ديال برا من هو المغرب الحقيقي، ما هو المغرب الحقيقي، الحرية اللي كنا نعمل بها في المغرب اللي ما متاحاش عند دول كثيرة جدا زرناها وما زرناش ونقرأ عنها، لأنه عندنا ننعم بهامش كبير جدا من الحرية، وهذا ينعكس على أفلامنا. أفلامنا هي كتنعكس على أكيد غادي نمروا ربما كما شاهدت فيلم ديال المنسيون ديال بن جلون، حسن بن جلون، وكان جريء في الطرح ديالو لهاد المسألة التجار في اللحم البشري، خصوصا المعروف أنه بعض النساء المغربيات، بعض الفتيات للأسف يغرر بهن على يستغل فقرهن يعني، ويتم توقيع عقود لهن على أساس أنهن فنانات وعلى أنهن كذا، وكيمشيوا من أجل ممارسة مهنة الكوافيو أو شيء آخر وبمقابل 5000 درهم في بعض الأحيان، كيمشيوا كيتفاجئوا بوضع مرير جدا يعني، كلاب تنهش هذه الأجساد، هذه كلاب على الضفة الأخرى، ذئاب. الفقير يبقى يعني دائما ممكن تعاطف معه، ولكن يجب سد هذه البؤرة. هذه قلت الكلمة ديالي في المداخلة ديالي في المحاضرة، كان ممكن نمشي بعيد فيها أنا، لأنه أنا عشت حالتين يعني في سوريا وفي دبي، ولا دائل الخوض مرة أخرى في هذا الموضوع لأن قلته. فيجب على الجهات المسؤولة المغربية أن تنسق بشكل كبير جدا مع الدول الأخرى المستقبلة لهذا النوع ديال اليد العاملة، يد عاملة ليست أيادي عاملة، أجساد العاملة رغما عنها. فكنتمنى أنه تتم حماية المغاربة من الفقر ديالهم. وإلا قلت لك فريق الوداد البيضاوي مالو؟ أربح اليوم ما أربح شباب مسيرة إيش مالو؟ نو الوداد البيضاوي يعني عندي حب له كبير يعني، أتعاطف معه بشكل كبير، أتتبع أخباره. كنت منخرط في الوداد البيضاوي لسنتين، لم أجدد فقط لأخلق واحد المسافة بيني وبين الفريق. أعرف كثير من اللاعبين، ومن أعز أصدقائي صلاح الدين بصير اللي ماشي ودادي رجاوي، باش نجاوب على أسئلة ديال الآخرين ربما يطرحوها. من أعز الأصدقاء ديالي بودربالا، من أعز الأصدقاء ديالي بادو زاكي، اللي هذه كتربطني بهم علاقات حميمية كثيرة. نتمنى لي الخير أكيد كما كنتمنى الفرق أخرى، كنتمنى أنه المنافسة تكون شريفة. أنا كنتمنى أنه لفريق ديالي الوداد كان مع الجيش الملكي أو الفتح الرباطي أو الرجاء البيضاوي وكان ضعيف أنه ما يفوش، يعني انتصارا للفرجة، انتصارا للاستحقاقية. أنا ما نتمناش الفريق ديالي يكون ضعيف فريق في الملعب ويفوز، لا 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 أريد هذا يعني. فإذا أنا مع الفريق الذي يلعب، أنا مع المتعة، أنا مع فوتبول باسوستانا. وإلا قلت لك الارتباط أو بالأحرى الزواج؟ الارتباط الزواج حديث الخروج من هذه التجربة تقريبا دابا سنة. ليس لي موقف من الزواج، أحب أن تنتهي أي قصة حب أنها تنتهي بالزواج، أحب أن أراها تنتهي بالزواج. لم أتعاطف مع نهايتي كثيرا في موسم المشاوشة بحب أنني أقتل بعد ما عملت مجهود كبير باش نفوز بالقلب ديال المحبوبة ديالي. باش نقول لك ولو أنني شي مازو أحب نهاية تعيسة، لكني بمعاودة مشاهدة الفيلم وبحكم أنه الجمهور تعاطف مع ديك النهاية الهابي أند الأولى، فالآن كنغير الرأي ديالي وكنتمنى أنه تكون في النهاية اللي فضل الجمهور هي النهاية سعيدة. لكن النهاية اللي كتنتهي بالقتل ديال 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 سليمان شخصية اللي تقمصها حتى هي نهاية يعني تدعو إلى التفكير، وأنا كتبقى كيخلي فيك يعني يفكر فيه حتى بعد النهاية ديالو. كلمة أخيرة لجمهورك ومحبي هشام بهلول. أنا من جمهور جمهوري، وأنا من محبي محبي، بهم نتقوى، بهم نجتهد، من أجلهم نجتهد، بهم نحن أغنياء، لأن لا vraie récompense des artistes c'est l'amour du public، c'est la vraie récompense. كده بالكذب وخمرت فيني وصل له سالير ديال أنا أرتيست. La vraie récompense هو أنه منك التقي به في شارع
كيبغي يحضنو، كيبغي يسلم عليك، كيبغي يسول على الجديد ديالك، وبياخذ منه توقيع الصورة. هذه كل أشياء ما يمكن إلا تفرح فنان. شكرا له، شكرا لتواجده يعني جنبنا، شكرا لأنه كبر مع نوزون سيتخ، كبر معهم وبقى فيديل لنا حنا اللي كنحملوا مشعل الى جانبهم ماشي من بعد منهم. كنتمنىهم يبقوا في الحياه، وكنتمنى الشكر لكم انكم مشاهدين حتى في هذا المهرجان. تبارك الله عليكم كتحركوا، فيليستاسيون اي بون كوراج. تبارك الله عليك.